السلام عليكم. في هذا الفيديو رح نحكي عن anti-inflammatory gout prophylaxis during the initiation of pharmacologic urate lowering therapy. حكينا في عنا two approaches to manage gout. The first one اللي هو to manage acute gouty attack and the second one to use urate lowering therapy اللي هي medications that lower and decrease the uric acid level in the blood. لما البيشنت يكون بنبلش له على الميديكيشنز ذات وود لور يوريك اسيد ليفل ان ذا بلود اللي هم اليوريت لورينج ثيرابي او اليو ال تي، لازم المريض برضه ياخذ معاه بنفس الوقت انتي انفلاماتوري جاوت بروفيلاكسيس ميديكيشنز ذات وود بريفنت ذا اوكرنس اوف اللي هو انذر اكيوت جاوتي اتاك. لكن ليش البيشنت بيكون محتاج الانتي انفلاماتوري جاوت بروفيلاكسيس إذا رح نعطيه أدوية تخفض اليوريك أسيد ليفل؟ تذكروا في محاضرات السابقة حكينا مهم جدا ما نعمل لور بشكل سريع لليوريك أسيد ليفل in the blood. واحدة من المشاكل ممكن تصير مع decreasing uric acid level اللي هي remodeling لليوريت كريستال ديبوزيت. لما بلش يقل بشكل سريع اليوريك أسيد ليفل in the blood، هذا الإشي بيأثر على الديبوزيتس نفسها، الكريستالز هاي اللي تجمعت inside and around the joints، بصير لها remodeling، يعني بتغير شكلها وبتغير ترتيبها. مجرد تغيير شكلها وترتيبها هذا الإشي ممكن، هذا change ممكن يحفز إنه يصير كمان مرة acute gouty attack. لحتى نحمي البيشنت من هاي الacute gouty attack بحكينا لازم يتبلش المريض كمان concomitantly على anti-inflammatory gout prophylaxis. وبالتالي ايش الكلينيكال بنفيت من هاي البروفيلاكسز؟ تو بريفنت جاوت اتاكس اند تو اسيست ان انشورينج بيشنت اكسبتنس اند ادهيرنس تو ذا يوريت لورينج ثيرابي. هيك المريض بيقبل بشكل اكبر انه يلتزم باليوريت لورينج ثيرابي. الايجنتس اللي تستخدم تو اتشيف الانتي انفلاماتوري جاوت بروفيلاكسز هم نفسهم اللي حكينا عنهم او استخدمناهم ب تو كنترول الاكيوت جاوتي اتاك، اللي هو عندنا الكولتشيسين، الانسيد والكورتيكوستيرويد. ولكن هون كونهم رح يستخدموا لمدة طويلة تصل إلى أشهر، فبنستخدمهم بلو دوزز. فرح نستخدم إيذر لو دوز من الكولتشيسين اللي هي 0.6 ملي جرام توايس ديلي، وبالعادة هي الفيرست لاين ثيرابي بهذا الانديكيشن. ولكن الأذر ألترناتيفز اللي هي لو دوز كمان من الانسيد وكمان ممكن لو دوز من الكورتيكوستيرويد، وطبعا بيعتمد على اختيار الايجنت حسب كل يعني كل مريض ايش في عنده precautions، ايش في عنده comorbidities، يا بتمنع يا بتخلينا نتوجه لاختيار واحد من هاي الايجنتس over the other ones. من ناحية duration of treatment، يعني احنا قد ايه رح نستخدم للمريض هاي medications to prevent the gout خلال ما هو ماشي على urate lowering therapy. طبعا هاد بيعتمد اذا البيشنت عنده توفس ولا ما عنده. اذا البيشنت ما عنده توفس فبحكينا لازم يمشي على الانتي انفلاماتوري جاوت بروفيلاكسيس تقريبا 3 شهور على الاقل بعد ما يحقق السيرم يوريت تارجت. طبعا السيرم يوريت تارجت يعني قد ايه تارجت اليوريك اسيد ليفل اللي بدنا نوصل له. بالعاده هو بيكون less than 6 ملغ بير ديسيليتر. ان سم كيسز اتس بريفيرد انه يكون اقل من 5، مثل الناس اللي بيكون عندهم سيفير جاوت او persistent symptoms للجاوت، او 6 months in total. اي وحده بتكون منها اطول فبنقرر انه نختارها. اذا بالعاده اذا المريض ما عنده توفس فالتريتمنت بتكون مدتها بنوصل المريض للسيرم يوريت تارجت وبنزيد عليهم 3 شهور او توتالي 6 شهور، فاي وحده بتكون اطول فبنختارها. اذا كان البيشنت عنده ولو اتليست 1 توفس، هون لازم تكون مده اطول، تقريبا لازم يمشي على انتي انفلاماتوري جاوت بروفيلاكسيس 6 months after achieving the serum urate target. طبعا اي مريض لازم ينعمل له frequent evaluation and follow up، يعني بتشمل physical examination من قبل clinicians، تشمل نشوف كم مره صارت عنده acute gouty attacks، ينعمل له CBC، electrolytes، liver enzymes. وبالعاده اذا كان الوضع مستقر بتنعمل هاي الفحوصات every 6 to 12 months. بالنسبه للurate lowering therapy monitoring، اذا كان البيشنت لسه ما عنده uric acid target it's not achieved yet، يعني فبنعمل every 2 to 5 weeks، otherwise بصير نعمل every 6 months إذا كان stable.